وبالختام خلينا طبعا رشا نحكي شو بك حسيتك بس بدك تحكي عن هذا الموضوع. طبعا العلاقات الاجتماعيه الصح اللي نحن دائما بنطمح انها تكون موجوده بحياتنا وهي شيء كثير حلو ونحن بحاجه له. مثل ما بنقول دائما رشا ما في انسان بيقدر يعيش لحاله وبمعزل عن هذا المجتمع، لكن اذا بدنا نقول نحدد اكثر علاقات اجتماعيه صحيحه. هون المشكلة يعني ما عندك هيك شيء رشا؟ هلا أكيد في ما أخذت القصة، ولكن اليوم فرح عم نشوف فصار في بعد يعني بسبب الظروف اللي عم نعيشها، حتى غلاء المعيشة صار يحرجك إنك تروحي لعند حدا أو تستقبلي الناس مثل ما كنتي تستقبليهم أول شيء، مواقع التواصل الاجتماعي كانت هي نمبر 1 بهذا السبب، يعني صرنا نعزي ونبارك ونعمل كل شيء عليها يعني من خلال مسج نبعته للأشخاص يعني، فهذا الشيء قد إيه شيء خلينا نقول عن جد هو شيء مؤذي نفسيا لما هي الاشخاص يمكن بتبعد عن بعضها. اليوم رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الاستاذ محمد خير اللبابيدي اللي دائما عنده نصائح كثير مهمه لنا. يسعد لي صباحك استاذ. يسعد صباحك. اول شيء بدنا نسالك، عندك هي العلاقات الاجتماعيه الصح اليوم؟ والله طبعا طبعا صباح خير كثير يعني معرفتكم للعلاقات الاجتماعيه الصح، بس اليوم حضرتك مصر على هيك انه كنا عم نحكي انك تحاول ضوي انه كيف نحن نرجع هي العلاقات الحميميه اللي كانت بسنوات سابقه. طبعا الانسان بطبيعته كائن اجتماعي وبالتالي يستمد قوته من خلال علاقاته، يعني فاشدد عضدك في باخيك. فالانسان دائما ابن بيئته ابن مجتمعه، لكن مثل ما قالت فرح المشكله نتيجه عدم المعرفة في بناء العلاقات الاجتماعية الصحيحة لجأ الكثير من الناس إلى قطيعة وقطع هذه العلاقات الاجتماعية أو جعلها باردة، يعني جعلها تقتصر على بعض العبارات المكررة تماما، بعض الصور المكررة بشكل أنه صارت الإنسان يعني يصبح صباح بلا معنى بلا عاطفة بلا ذكرى، القريب بسعر البعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن قلنا انه في خطر كبير بهذا الموضوع، انه عندما ترسل رساله لانسان قريب بنفس صيغه الرساله للطبقه الثانيه او الثالثه من العلاقات الاجتماعيه فهي بتسبب اذى اكثر ما تسبب بصراحه صله وحميميه. حتى يمكن اليوم طريقة تعاطي الأشخاص مع بعضهم شوي صارت غريبة، يعني منشوف مثلا قبل صباح الخيرات والليرات ويسعد صباحك، اليوم صباحه مثلا تماما، يعني هي من ضمن الشغلات بتحس انا مستفزه يعني هي من من مثل ما بنقول من عجله الحياه السريعه، ما عاد عنده وقت يقول صباح الخيرات والليرات تمام فصباحه صباح الخير وعلى فكره يعني او هيك بيدك يعني تماما. وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه الاعلام لعب دور كبير، يعني حطوا صبيه حلوه باحد الاعلانات صارت تقول صباحه، الناس تتاثر بما ترى فأخذتها، لأنه الإنسان بيحب يقلد يعني مثلا بتطلع نجمة بيحبوا يقلدوها، بيطلع نجم بيحبوا يقلدوه، لذلك بتشوفي مثلا بالدول الحضارية مثلا منع التدخين أو عرض المشروبات الروحية بالمسلسلات من قبل النجوم، ليش؟ لأنه الإنسان بيتأثر كثير وبشوف النجم هذا المحبوب عم يدخن سيجارة ورا سيجارة بصير الطفل بيقدر يدخن تمام، وبيلاقي المشروب والله عم يشرب شرب عادي مثل المي بصير الناس بدها تشرب وهكذا. لذلك نحن أول شيء بعصر السرعة، ثاني شيء لمعت الفكرة نتيجة اتباعها من قبل ناس مشهورين. الأمر الآخر بصراحة أنه الإنسان وقت بده يحكي كلام هو يعبر عن ذاته، يعني مين بده يقول لك صباح الخيرات والليرات إذا كان مخرب من جوا، إذا كان ما حيلاقي صباح حلو بهذا الوضع، كان فازز ايوه فازز عم يقتل دبان وجهه لسه أول ما فزت إن شاء الله هلا وين بدي يلاقي مواصلات وإنت بدك تنتهي الشغلة وكذا وكذا، طول بالك بركي ان شاء الله الله بيكرمك بشي مكرو ابن حلال، بركي الله بيكرمك مين بيوصله ما عنده، يعني دائما كذا. وان مثلا ملأ الازمه فبيقول لك والله غريب اليوم، بيستغربها على حاله انه ملأ ازمه لانه هو يعني بتعود. تماما بيتعود. لذلك نحن بصراحه يعني دائما البناء الداخلي هو اللي بينعرض على اللسان الخارجي، فايها الشاكي وما بك هم كن جميلا ترى الوجود جميلا، وبكل انسان جميل من الداخل حيطلع من لسانه يعني كلام جميل وبتطلع بصراحة العبارات من القلب. طيب أستاذ محمد اليوم
خلينا متفقين انه نحن بحاجة لهي العلاقات الاجتماعية بحياتنا، ولكن نحن بحاجة لهي العلاقات السليمة اللي ما بتأثر سلبا. قدي اليوم مهم مسافة الأمان بينك وبين الأشخاص رغم وجود هي العلاقة؟ تماما. نحن قلنا أستاذي دائما منقول في عنا حد لكل شخص حوله في أشياء ما بيحب حدا يعتدي عليها، يعني بسميها الخطوط الحمر أو الهالة الطاقية النفسية والاجتماعية. يعني أنا مثلا في إلي أمور ما بحب حدا يتدخل فيها ولا بحب حدا يسألني عنها، لاحظتي كيف؟ فهون وقت نحن من نعتبر والله العلاقات الاجتماعية إن يتدخل بهالخصوصيات بتقلب لضده، لاحظتي كيف؟ فمثلا إنسان فرضا والله عنده مشكلة ما بده يقول لك إياها، ما في داعي أنت تكرر عليه أكثر وأماني اللي لا لازم تقلي وبديك تقلي وهلأ لازم تقلي، وإذا ما قلت لي ما عاد حاكيك بحياتي ورقم ينسخه وهي حظر وقطعت لك كرت، يعني أطول بالك شوي يا أخي أنا مو جعبالي أحكي، عرفت علي كيف؟ فهذا مو بناء علاقات. الأمر الآخر نحن بنقول من أجمل الشخصيات من ناحية يعني علم التنمية البشرية الشخصيات الودودة، الشخصيات الاجتماعية، ولكن في ناس تبالغ في المودة. نعم. تمام، تبالغ بهذه العلاقات. يعني هو لأنه ودود بتلاقي يعني مثلا قاعد الله يسعد لي الصباح، شو هالصباح الحلو هذا كذا، بالغ بهذا الأمر. أو مثلا بتروحي على عرس بتلاقي ناس مودة، كمان المبالغة مثل النقص، ممكن تعمل نفور من قبل يعني الأشخاص. كل شيء زاد حد نحكي بهذا الموضوع أساس، خلينا نحكي خطوط لازم نحن نمشي عليها ببناء علاقات صحيحة ناجحة ونضمن استمرارية قدر الإمكان. أولا الناس ليسوا سواسية. تمام. يعني الناس ليسوا سواسية، يعني أنا ما أظهره لفرح لا أظهره لغيره، ما أظهره لفلان لا أظهره لغيره. هذا الأمر أنت ما لك كتاب مفتوح. هي كلمة كتاب مفتوح هي غلط، كلمة والله اللي بقلبي على لساني غلط، كلمة إنه الناس كلها تعرف أسرارك وتعرف شو مصادرك وتعرف وين رايح وين جاي ومين، هذا كمان غلط. تمام. يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أنت لا تظهر غير الأشياء المناسبة لهذا الشخص. يعني مثلا حتى الفرح إذا بتظهروا لناس يعني حزانة ممكن يكون استفزاز لهم. طبعا. انتبهت عليك. إذا بدك تظهر والله مثلا الثراء لناس فقراء تماما أمام غلط. مثلا بدك تظهر نفحة أمل زائدة أمام ناس يعني قمة بالكآبة بيعتبروك عدوهم. يعني في ناس مثلا نايمة تكسر الساعة إذا فيقتها، فهذا تبع الكئيب والكذا، عرفت علي؟ يعني بيجي بيقول لك أخي منين عم يجيب الأمل؟ والله إن شاء الله الله بيفرجها، ما بيجي بيقول له بقى وبناقشه، لأنه هو كتلة من اليأس، كتلة من الإحباط، كتلة من الكآبة. ممكن أي كلمة أنت تصدر منك مثلا تعتبر استفزاز له، لاحظت كيف؟ لذلك أنت كمان الإظهار بدك تظهره لناس وناس. تمام. حتى أنت تتجنب الأذى. أحيانا سبحان الله في ناس بيأذوك إن نصحتهم، في ناس بيأذوك إن قدمت لهم المعونة الغلط. طبعت علي كيف؟ يعني مثلا قدمت معونة أنت بطريقة غلط، شو لك مصلحة أنت؟ كذا ممكن يشوه لك سمعتك. لذلك نحن بناء العلاقات فن. نحن عنا بعلم التنمية البشرية دورات عم نعطيها الآن عن فن التواصل. فن التواصل أنك أنت كيف تتصل مع الناس، كيف تتواصل مع الناس، كيف تتجنب أذى الناس، كيف تأخذ من الناس أجمل ما عنده، لأنه ما في إنسان كامل. يعني كل إنسان سبحان الله له جوانب جميلة وله جوانب غير جميلة، فبيلعب الدور بقى على فن التواصل إنك أنت كيف تتعامل مع هذا الإنسان من أنه جانب ستتلقى النتيجة. طيب أستاذ محمد، اليوم كل حدا طبعه مختلف عن الآخر، إن كان بتفكيره، إن كان بطيبة قلبه مثل ما بنقول، بطريقة كلامه. بعض الأشخاص أو خلينا نقول العلاقات اللي حوالينا، يعني وقت اللي بتحد أنت، في ناس بتقلك أنا طبعي ما بشبه فرح فأنا ما بدي هذا التعامل، أنا بشبه الأستاذ محمد أكثر. يعني في ناس ما بتفهمه أنه أنا بحب جاري الناس اللي بتشبهني، كون علاقة صحيحة معه. عن هذا المفهوم خلينا نحكي أكثر. طبعا كل إنسان إجباري بده يكون علاقات يعني قوية مع الناس اللي بتشبهه، لا شك. يعني الإنسان ابن حالته. يعني واحد مثلا نبراس أمل بده يصاحب واحد نبراس كآبة، ما بيمشي الحال، بيتقاتلوا. انتبهت علي كيف؟ واحد مثلا قمة بالفرح وآخذ الحياة ببساطة وبساط أحمدي وعم يحمد الله على أقل النعم، وواحد سبحان الله مركز على السلبيات ومعممة وشوي تاني عم يفكر بطرق الانتحاء، ما بيتناسبوا. طبعا. لكن نحن منعمق العلاقات مع الناس المناسبة إن اللي أنت بترتاحي معها.
يعني انت وقت بترتاحي بالقعده بترتاحي بالحديث بترتاحي، انت لحالك بتعمقيها، والعلاقه اللي انت بصراحه ما بترتاحي فيها ما في داعي تعمقيها ولا في داعي مثلا تقطعيها، لكن بتكون بحد مثل ما بنقول حد معين لا يسبب لك الاذى، لا يسبب لك مسافه الامان تماما. هي مسافه الامان اللي هي بنقول لها الاطلاقيه النفسيه والاجتماعيه. نعم. طيب كمان اليوم استاذ خلينا نقول كيف الاشخاص بيضمنوا خلينا نقول الاستمراريه؟ اليوم يمكن سهل نكون علاقات اجتماعيه، سهل انه نطلع انا ورفيقتك اليوم، صح انا وجارتي مثلا نلتقى دائما، بس الاستمراريه هون بيكون الشيء يمكن يلي بيقول هي العلاقه صح او غير صح يعني. هلا شوفي اليوم مثل ما قلنا نحن انه في ضغط حياه، تمام، في مشاغل حياه قويه، في ظروف صعبه، ولكن في شيء اسمه تنظيم الوقت. يعني انت مالك مضطره تطلعي مع زميلاتك وزملائك كل يوم او تحطوا والله مصروف كل يوم بهذا الغلاء الفاحش مثلا. نعم. لكن ممكن نعمل نهار بالاسبوع. تمام. ممكن مثلا مو شرط والله نروح على يعني نتمنظر قدام العالم، والله انا رحت على كافيه فلان والمطعم الفلاني، تمام، مشان يعني انه نسلخ جلدنا مثل ما بنقول. لا، ممكن في كثير منتزهات شعبيه حلوه، في مطاعم حلوه انيقه بسيطه، ممكن في كثير قعدات مثلا بناخذ اكلاتنا معنا يعني نفس الطعام وبنقعد قعده حلوه. يعني نحن ممكن نوفر على حالنا حتى ليش؟ لانه مشان تستمر هذه النزهات وهذه العلاقات، لانه نحن بصراحه يعني. تماما، لانه وقت نحن حملنا حالنا ما لا نطيق قام لغينا الفعاليه كلها حتى يعني لو رحنا ما لنا مبسوطين. يعني من زمان مثلا كان والله الاعراس تصير بالبيوت، تمام، هالاعراس تصير بالبيوت واهل الحاره كلهم ينعزموا، بس ما ينعزموا ايديهم فاضيه، كل واحد يجي يجيب غرض. في سبت كان هيك الجيران كلها تعبيه ملبس وراحه ونوقه، سبع ايام كانت فرح. هلا الواحد اذا في مجال يعني يلغي الحفله ما عم يقصر، يعني بيقول لك اخي خلاص اخي بلاها رجال، خلينا نعمل النسوان لانه النسوان ما بنقدر عليها، نعمل بس النسوان مثلا وبنلغي الرجال. عرفت علي كيف؟ استاذ النسوان ما بنقدر عليها. فلذلك نحن يعني عم نتيجة التكاليف الزائدة شو عم نساوي؟ عم نلغي الفعاليات اللي كانت هي عم تحدد مودة وجمال. طيب أستاذ محمد هيك خلينا نروح معك من خلال تجربتك ومن خلال علاقاتك مع الناس. اليوم الحياة مدرسة وكلنا مرقنا بتجارب، فشلنا في بعضها نجحنا في بعضها، ولكن أكيد تعلمنا. يعني إذا هيك حابب تعطي نصائح للناس اليوم كيف قادرين يكونوا هي العلاقات، كيف قادرين يرجعوا بعض العلاقات ويحافظوا على صلة الرحم؟ والله شوف يعني أنا دائما بقول يعني نحن حقيقة هي وليست خيال. إذا فتحنا نحن وسائل التواصل الاجتماعي عم نشوف كل يوم أعزاء وأصدقاء عم يفارقونا، فالحياة مو مطولة والحياة مو محرزة أنا أصنع فيها مشاكل ومو محرزة أصنع فيها أزمات، والحياة يعني فهمها أنه الله سبحانه وتعالى مأمن لك كل شيء فيها، يعني رزقك مكتوب وعمرك مكتوب والقدر اللي ماشي عليك مكتوب. نعم. فما في داعي أنك تأزم نفسك، يعني والله لو طلعت ولا نزلت القدر ماشي. لذلك خذ الحياة ببساطة، ابني علاقات صح، يعني إذا أحببت حب بمقدار وإذا أبغضت أبغض بمقدار، وإذا حبيت تقطع علاقة لا تسكر الباب نهائي، خلي الباب موارد موارب، لأنه يعني كأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تمام، ما في أحلى من هي النصائح أستاذ، ونحن أكيد بنتمنى هي العلاقات الاجتماعية تضل موجودة بكل البيوت وبقلوب كل الأشخاص ونتعامل معها بطريقة صح، مثل ما نقول ما في إنسان بيقدر يعيش لحاله. أكيد أكيد فرح. أكيد يسعد صباحك يا أستاذ، وشكرا كثير لك. شكرا لك أستاذ محمد، هيك إن شاء الله هيك بترجع يعني ولو جزء بسيط يعني من هذيك هذوك العلاقات الحلوين اللي كانوا. إن شاء الله بنعمل أحلى حفلة بالانتصار إن شاء الله لأهلنا بغزة وبلبنان وباليمن وبالعراق. آمين يا رب.